رح نحكي عن شيء انتم دايما بتطلبوه منا انه اعلمكم اياه. لا ليب لاينر الحمرة. كيف بنحط حمرة؟ خبروني بالاول عم تستعملوا زيت الخربة اللي اعطيتكم اياه؟ مش كثير بس كثير انا حرقني في عيني فمبقتش بحطه. لا انا ما حرقنيش. لا بيخف في عيني. لا هو ما بيحرق بس ما تقربي كثير على قلب عينك. هو للاسف بيخف. عم بتلاقوا نتيجة؟ ايه. الموبايل لقت معاه نتيجة. ايه وانا كرهته على شعري. اوكي اول شيء تنحكي شوي بشكل عام عن الحمره. دائما الشفه الفوقانيه بدها تكون قد الشفه التحتانيه نفس القياس، حتى لو فوق اصغر. حتى لو فوق اصغر منكبرها، بس ما فيها تكون التحتانيه اكبر من الفوقانيه. اوكي فيها تكون مثلا اذا بدنا نستعمل تنكبر بدها دائما تكون الحمره مات، ودائما لون الليب لاينر يلي هو الكونتور من لون الحمره ممنوع يفرقوا. من زمان كانوا يفرقوا ويحطوا كونتور كثير غامق، كان كثير بشع. هلا بهيدي التقنيه الجديده هلا ممنوعه. واذا شي مره طلع على بالكم تحطوا حمره حمره بدكم تاخذوا بعين الاعتبار انه الحمره الحمره بتبيض الوجه. يعني بنحط حمره حمره بعدين بنزيد بلاش، لان اذا عملناهم بالعكس بس تحطوا حمره حمره بتحسي وجهك بيل وابيض، بتبيض الوجه كثير. اوكي اليوم رح نتعلم ثلاث تقنيات عن الحمرة، كيف منكبر شفافنا حتى لو طلعنا برات حدود تمنا من دون ما يبين انه نحن مكبرين. اوكي؟ والتقنية الثانية اللي اسمها اومبري بتجي غامقة على الطرف وفاتحة من النص، هلا هيدي كثير موضة. شفتها في اليوتيوب. مزبوط، بتبين الشفاف قلبة، أصلاً في كذا تبس أعطيكم إياهم كيف يبينوا شفافنا كبار ومقلوبين من دون ما حدا يشوفهم، هول خدعة بصرية بيقولوا لهم. والتقنية الثالثة مثل ما في كونتورينج للوجه، في كونتورينج للشفاف كمان. اوكي هيدي طريقة الكونتورينج للشفاف بخلينا نصير شفافنا شوي مثل أنجلينا جولي. اوكي؟ هلا بمين بدنا نبلش؟ أنا. اوكي. بموبيل. من بعد ما نخلص الشفة الفوقانية بننتقل على الشفة التحتانية من النص. على الخط البيج. برضه على البيج. على الخط البيج. هلا أنا رح أطلع فوق الخط لفرجيكم أنا إنه رح كبر لها شفافها وما رح يبين إنه مكبرة. طلعت أنا شوي فوق الخط. يعني نكزة صغيرة. نكزة صغيرة. بس هلا رح أقول لكم ليه ما رح يبين إنه أنا مكبرة. في مينيموم شي ميلي وكانه قلبت شفتها، بس هيدا ليه ما حيبين؟ لان انا عم بستعمل كونتور مات، مات يعني كثير ناشف، ممنوع يكون فيه لمعه او هيدا اللي كثير مايع. ايه كثير بس يكون مطفي ما فيه لمعه ما ببين انه نحن مكبرين. لون هلا بنجيب برونزر وين بنحطه؟ هون تحت الشفه. ليه؟ كذا عشان يكبر. لا هيدا بيعطي خيال، بيصير مثل كأنه شفتها قلبة مقلوبة وعاملة خيال من تحت. شفتي الخيال كيف من هون؟ شفتي كيف مخيل؟ بيعطي خيال كأنه شفتها مقلوبة. ومن ميلة فوق هيدي تقنية الكونتورينج. هلا بدي أقول لكم كيف بتنقسم. بتكون هيك تحسي كأنه عم ايه زي انجلينا جولي. زي انجلينا جولي صح. والهايلايتر يلي هو الهايلايتر بخلي كل شيء يبين دوب بكبر. يعني انا اذا بدي اكبر خدودي بحط هون على الريفلكشن ضوء الكاميرا بين خدودي كبار. وين بنحطه هيدا الهايلايتر؟ فوق الشفه من فوق. واو بيعطي كانه تمه قالب. نحط غامق بالنص. ملي او بتشوفي على الاصمل بالنص بنحط زيح غامق. ليه؟ لان انا بدي كبر لها الجوانب، ما بدي كبر من النص، بدي كبر لها الجوانب تيصيروا مثل كانه مقسومين بالنص وهول طالعين لبرا. كمان بعمل زيح هون. المره الجايه ان شاء الله لو اجيتي بدي اياك تمسحي لي كل ملامحي وتعيديني ملامحي وعيدك من الاول. ايه عيديني من الاول. وهيدا بدي اقسمها كرمال يبين انه عندي هيدا نازله لتحت. ايه والباودر دائما بهالطريقه بتثبت الحمره وما بصير لها شيء ابدا. هلا بهيدي التكنيك بدي استعمل انا لون غامق. لون غامق وحمرة لون غامق وحمرة غامقة مع كونتور فاتح وحمرة فاتحة. يعني شوفوا كيف الكونتور وقت يكون ووتر بروف ما بنخليه مفتوح بنشف ما بقعد يعلم، وبس يكون جديد
بنعمله بالكلينكس هيك لان بيكون عليه شمع تما ينشف، لان بيكون بعده جديد بنشيل الشمع عنه. حدد منيح التم ومرسوم بطريقه كثير نظيفه ما بيعطي حلو. هلا كيف بنحدد اكثر الشفاف اذا بدنا اياهم مبروزين اكثر وكمان مقلوبين وننظف البلاينر تبعنا بالكونسيلر؟ ليكي هلا بس ارسم لحدود تمها كيف رح تحسي شفتها قلبت وعطى نظافه اكثر. كثير لبقت لك على فكره لإلك هيدا، بكره بالبرايم بعمل لك اياها ان شاء الله. جبت لكم جلوسات معي، انتم نقوا اللون اللي بدكم اياه. اح عم تحرقني اللمبه، هول لإلكم نقوا اللون اللي بدكم اياه واعطوه بليز شانتال وحنان. اذا بدكم ساعدكم بالالوان اكثر هيدا لإلك انت كثير بيلبق لك مع لون شعرك.